إن الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جلَّ عن الشبيه والمثيل والندِّ والنظير. وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، وصفيُّه وخليلُه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد شرع الله تعالى الصلاة على الأمم السابقة، وذكر الله تعالى في كتابه الكريم صلاة أنبيائه السابقين عليهم الصلاة والسلام، كما ذكر الله تعالى ذلك عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال الله تعالى عن زكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وقال الله تعالى عن موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وذكر الله تعالى ذلك عن غيرهم من الأنبياء. فإبراهيم دعا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. كلهم أنبياء، وآخرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم أمروا بإقامة الصلاة. وروح الصلاة أيها المسلمون ولبها وقلبها هو ما شرعت الصلاة لأجله، وهو علاقة العبد بربه جل وعلا، وإقبال هذا القلب على ربنا سبحانه وتعالى. الخشوع في الصلاة. فما معنى الخشوع في الصلاة؟ وما هي أسبابه؟ وما الوسائل التي يصل بها العبد إلى هذا الخشوع؟ وهل الخشوع أمر واجب، بحيث لو أن العبد صلى صلاة لم يخشع فيها، هل تقبل هذه الصلاة أم لا تقبل؟ الخشوع أيها الناس هو أول علم يرفع من الأرض. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، حتى إنك لتدخل إلى المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. ولما ذكر الله تعالى صفات المؤمنين، ذكر الله تعالى الخشوع في صلاتهم: قد أفلح المؤمنون. ما صفاتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلا يكفي إقامة الصلاة فقط إقامة جنس الركوع والسجود، وإنما لا بد أن يحضر هذا القلب معك في صلاتك. الخشوع هو ثمرة الصلاة. إذا خشع القلب خشعت الجوارح، الجوارح كمثل الجنود لهذا القلب. فإذا انكسر القلب وخضع لله وذل وعظم من هو واقف بين يديه، عند ذلك سكنت الجوارح، فلم تعبث اليد ولم تعبث العين ولم تلتفت العين ولم تلقي الأذن سمعها إلى غير ما هي واقفة بين يديه. إذا خشع القلب خشعت بعد ذلك الجوارح. والخشوع المقصود هو أن يقبل هذا القلب على الله تعالى بالتعظيم والإجلال. والصلاة التي لا يكون فيها خشوع هي كمثل الهدية التي يقدمها العبد لسيده، فإذا هي هدية شوهاء جدعاء قبيحة مقطعة من كل جانب، فلا يليق أن يقدمها العبد لسيده. هذه هي الصلاة من غير خشوع. لكن إذا كانت الصلاة تامة خاشعة، يكون العبد حاضر القلب فيها، عالما هو يقف بين يدي من، عندها تجد أن هذه الهدية تكون أهلا أن تنفعه عند السيد العظيم. والصلاة التي فيها خشوع هي التي تؤثر في حياتك. قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني ارتياحي وطمأنينتي وسكوني هو في الصلاة. أي صلاة؟ الصلاة التي فيها خشوع. وقال: أرحنا بالصلاة يا بلال. أي صلاة؟ الصلاة التي فيها خشوع. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي صلاة؟ تلك الصلاة التي فيها خشوع، الصلاة التي شرعت لأجل أن يقام فيها الخشوع. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، إذا ضاق صدره من شيء، فزع إلى الصلاة. أي صلاة؟ التي يذهب بها حزن القلب ويزول بها الكرب ويتنفس بها الهم، هي الصلاة التي فيها خشوع.
التي إذا كبر بين يدي الله شعر أنه عبد يقف بين يدي سيد عظيم، شعر أنه فقير يقف بين يدي غني، أنه محتاج يقف بين يدي من يقضي حاجته، من يسمع دعاءه، من يجيب نداءه، من يعرف همه وغمه الذي في داخل قلبه. الصلاة التي فيها خشوع هي التي ترفع همك وغمك، هي التي تنفس كربتك، هي التي تشعر بعد انتهائك من الصلاة أنك في حالك وإيمانك خير مما كنت قبل الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أحسن وضوءهن وصلاتهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عهد عند الله أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والخشوع أيها الإخوة الكرام هو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، ولذلك إذا سمعت وصف الصحابة لصلاته تعلم أن قلبه حاضر. كان يسمع لصدره عليه الصلاة والسلام أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كما لو أنك وضعت ماء في قدر ثم غلى الماء فصدر منه صوت، هكذا يتردد البكاء في صدره عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا صلى بالناس لم يكد الناس يسمعون قراءته من شدة الرقة، يعني من شدة ما يحبسه البكاء عن القراءة. هذا هو الخشوع. فكيف يحصل المرء أسباب الخشوع؟ أول ذلك أيها الإخوة الكرام أن يتهيأ للصلاة تهيئا حسنا. إذا سمعت الأذان فدع ما بين يديك واذهب إلى صلاتك. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون معنا في حاجة البيت، فإذا أذن المؤذن قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. بعد الأذان هذا الوقت ليس لك، هذا لله. بكر إلى صلاتك، ردد الأذان مع المؤذن، أحسن الوضوء قبل الصلاة، تهيأ لصلاتك وتزين. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. ورأى ابن عمر مولاه نافعا يصلي وقد كشف رأسه، يعني نزع عمامته، لم يتم زينته، فقال له: لو أردت أن تقابل السلطان هل تخرج إليه هكذا؟ قال: كلا، بل أحسن من هيئتي وأشد عمامتي. قال: فتزينك لرب العالمين أولى. التزين للصلاة ولبس الثياب الحسنة عندما تخرج إليها، أو حتى عندما تريد أن تصليها في بيتك، حتى لو أردت أن تصلي الوتر قبل أن تنام البس الثوب الحسن الذي تلبسه للناس، وكبر لصلاتك. الزينة للصلاة وحسن الوضوء لها والتبكير إلى المسجد، أن يأتي قبل الإقامة بوقت ويصلي السنة ويقرأ القرآن ويدعو، يهيئ هذا القلب لتلقي الوقوف بين يدي الله تعالى. وإذا وقف بين يدي الله صار موضع نظره إلى موضع سجوده. سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة، الالتفات بالعين أو الالتفات بالرأس، يعني أن يلتفت ينظر إلى ما على يمينه أو يساره، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني سرقة يسرقها الشيطان، فلا تأذنن للشيطان أن يسرق من صلاتك. وقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم. ولا يزال الله أيها الإخوة الكرام مقبلا على عبده في صلاته، فإذا التفت انصرف الله عنه، إذا انصرف العبد عن ربه انصرف الله عنه. وهل يليق أن تقف بين يدي عظيم من عظماء الدنيا مثلا ثم وأنت تتحدث معه وهو مقبل عليك تلتفت يمينا ويسارا؟ لا يقبل منك ذلك ويعده سوء أدب منك، فما بالك بالذي يقف بين يدي العظيم جل جلاله؟ والله تعالى مقبل عليك. إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، وإذا قلت مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي،
وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي اهدنا الصراط المستقيم، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ربك يسمعك وأنت تقرأ وأنت تتلو وأنت تناجي ثم تلتفت بعينك إلى غيره، أو ربما التفت برأسك. لا ينبغي للعبد أن يفعل ذلك. ما دام أن الله مقبل عليك فأقبل عليه، وما دام أن الله تعالى يراك فاحترم نظر الله تعالى إليك وأنت تصلي، حتى يحضر القلب ويخشع وينكسر ويخضع ويذل إذا وقفت بين يدي الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد في مسنده: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعلمهن لبني إسرائيل فأبطأ بهن، فقال له عيسى عليه السلام: إما أن تبلغ ما أمرك الله به أو لأبلغنهم أنا. فقال له يحيى: يا أخي إني أخاف إن فعلت أن يخسف الله بي، يعني أني تأخرت في تنفيذ ما أمرني الله تعالى به. ثم أمر يحيى بجمع بني إسرائيل فجمعوا بين يديه حتى تزاحموا وجلسوا على الشرف، جلسوا على الجدران وعلى ما ارتفع من الأرض، فأخبرهم بالخمس كلمات، ومن ضمنها قال لهم: وآمركم بالصلاة، فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. فإذا صليتم فلا تلتفتوا. هو من الأمم السابقة أن العبد إذا وقف بين يدي الله ذل بين يديه وانكسر ونظر إلى موضع سجوده. هذا مما يعين المرأة على أن يكون خاشعاً في صلاته. ومن ذلك أيضاً أيها الناس الطمأنينة في الصلاة، أن لا ينقر صلاته نقر الغراب. ولو قارنت بين صلاة من هو مستعجل في صلاته وينقرها نقر الغراب، وبين من هو متأنٍ في صلاته فيسبح في الركوع والسجود ثلاثاً أو أكثر ويتلو تلاوةً هادئة، والله لن تجد فرقاً بين صلاة هذا وصلاة هذا في الوقت أكثر من دقيقة أو نحوها. لكنها العجلة عند بعض الناس، ولذلك الطمأنينة في الصلاة. ولما صلى رجل وأقبل يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني ما هذه الصلاة التي هي كنقر الغراب في ركوعها وسجودها وهيئتها؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما علمه الطمأنينة والسكون والهدوء في الصلاة والرزانة وعدم الاستعجال، قال عليه الصلاة والسلام بعدها: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: كيف يسرق؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. فيحذر المسلم أيها الإخوة الكرام من أن يفعل مثل ذلك مما يسرع به الناس في صلاتهم. ومن ذلك أيضا مما يعين على الخشوع أن تتخيل أن هذه هي آخر صلاة. قال عليه الصلاة والسلام: صل صلاة مودع الذي لا يظن أنه يصلي غيرها. صل صلاة مودع الذي لا يظن أنه يصلي غيرها. وفي الحديث: اذكر الموت في صلاتك، يتذكر المرء أنه لو قبض وهو يصلي، أو ربما كانت هذه آخر صلاة له، كيف سيكون في إتمام ركوعها وسجودها. ومن ذلك أيضا محاولة التدبر مع الإمام. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن. إذا تلا الإمام فأحضر قلبك مع هذه الآيات، فإذا ذكر عظمة الله تعالى وجلالة قدره سبحانه فأحضر قلبك وحركه، وإذا ذكر عظيم خلق الله في السماوات والأرض فتفكر في ذلك، وإذا ذكرت الجنة فاشتق إليها، وإذا ذكرت النار فخف منها. تدبر في صلاتك واستمع إلى الإمام فيما يقرأ. وكذلك مما يعين المرأة على الخشوع في الصلاة أن يعلم أنه واقف بين يدي رب عظيم هو غني عنك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا قام يصلي
إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. هل أنت ستناجي ربك بتلاوة سريعة تتراكب فيها الآيات وتتداخل الكلمات، ثم إذا جلست للتشهد قرأت التشهد متداخل الكلمات، هل يليق أن تناجي ربك بهذا الأسلوب؟ أو إذا سجدت ثم سبحت تسبيحاً سريعاً تداخلت فيه الكلمات، هل يليق؟ يقول عليه الصلاة والسلام فلينظر كيف يناجيه. أنت تتحدث مع ربك، لا يسمعك غير ربك، فانظر في كلماتك كيف تخرج، في عباراتك كيف تتكلم بها، في أحرف صوتك كيف تتكلم بها. إذا وقفت مصلياً فانظر كيف تناجيه. وقال عليه الصلاة والسلام وهو ينبه على أن العبد ينبغي ليخشع في صلاته أن يبتعد عن جميع المشغلات، قال إذا حضرت العشاء والعشاء فقدموا العشاء. يعني لو وضع العشاء للمرء وأذن لصلاة العشاء فكل عشاءك ثم اخرج إلى الصلاة، حتى لا تنشغل في الصلاة بترقب متى ينتهي الإمام لترجع لتأكل. ونهى أن يصلي العبد وهو يدافعه الأخبثان، يعني أن يكون حاضر البول أو الغائط فيريد أن يصلي ثم يذهب إلى الحمام، بل يقضي حاجته حتى يصلي صلاة تامة، ولا يصلي وحوله ما يشغله. إذا دخلت البيت وهناك أطفال يلعبون أو ربما تلفاز يشتغل أو ربما معهم أجهزتهم قد شغلوا أشياء أو هناك يتحدثون، فاذهب إلى مكان يفرغ فيه الصوت ويهدأ ويقبل القلب على الله تعالى. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بحضرة طعام يشتهيه، فما بالك بمن يصلي وحوله هؤلاء الذين يتحدثون؟ بل إنه عليه الصلاة والسلام صلى يوما فلما انتهى من صلاته قال لعائشة رضي الله عنها أميطي عنا قرامك هذا، وهو ستار قد وضعته على النافذة، ستار ملون فيه ألوان ورسوم، ليست رسوم ذوات الأرواح لكن رسومات وألوان. قال أميطي عنا قرامك هذا، يعني انزعي عن القبلة، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي وأنا أصلي، هذه الألوان تجذب عيني عن مكان سجودي لا تزال تعرض لي في صلاتي. فالإنسان إذا أراد أن يصلي ينبغي أيضا أن يبتعد عن كل مشغل. وأنت إذا حضرت عند من يصلي فاخفض صوتك، إذا صلت زوجتك في البيت مثلا أو حضرت عند من يصلي أو يصلي نافلة اخفض صوتك، وإن كنت أردت أن تستمع إلى شيء في جهاز معك فاخفض الصوت حتى لا تشغله أثناء صلاته. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الخاشعين في صلاتهم، وأن يجعلنا ممن تنهاهم صلاته عن الفحشاء والمنكر. قل ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا عظيم المن. اللهم كن لأهلنا المسلمين في كل مكان، اللهم كن لأهلنا المسلمين في كل مكان، اللهم كن لأهلنا المسلمين في كل مكان، اللهم كن لأهلنا في بلاد الشام، اللهم احمهم يا حي يا قيوم، اللهم من أراد بهم سوءا فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم كلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا في بلاد اليمن، أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم احفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، واغفر لنا يا حي يا قيوم، وأصلح نياتنا وذرياتنا،
يا عظيم المن يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيتهما للبر والتقوى، اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة